السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين كرام متابعي قناة من آخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الإيطالي وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم الأحد 12/11/2023 ونهاية الجولة 12 من الدوري الإيطالي، والتوقف الدولي هيبدأ غدا الاثنين بإذن الله تعالى. قبل ما أبدأ متابعين الكرام، أرجو من حضراتكم الدعاء لإخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم اغفر لهم وارحمهم، اللهم ادخلهم فسيح جناتك يا رب العالمين، اللهم ادخلهم الفردوس الاعلى من الجنه يا رب العالمين. اللهم اهلك اليهود، اللهم عليك باليهود ومن ايدهم يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين على اعدائك اعداء الدين يا رب العالمين. اليوم نابولي خسرت من امبولي 0-1، فيورنتينا فازت على بولونيا 2-1، اودينيزي تعادلت امام اتلانتا 1-1، لاتسيو تعادلت امام روما 0-0، انتر ميلان فازت على فروسينوني 2-0. حارس دفاع انتر ميلان فيتريجو دي ماركو في الدقيقه 43 وتشالانوغلو في الدقيقه 48. متابعين الكرام، بدات الجوله 12 يوم الجمعه 10/11/2023، ساسولو تعادلت امام سيلرنتانا 2-2، جينوا فازت على هلاس فيرونا 1-0، ويوم السبت 11/11 ليتشي تعادلت امام ميلان 2-2، يوفنتوس فازت على كالياري 2-1، مونزا تعادلت امام تورينو 1-1. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الإيطالي ثم نتعرف على ترتيب الهدافين. المركز الأول إنتر ميلان 31 نقطة، يوفنتوس المركز الثاني 29 نقطة، ميلان المركز الثالث 23 نقطة، نابولي المركز الرابع 21 نقطة، أتلانتا المركز الخامس 20 نقطة، فيورنتينا المركز السادس 20 نقطة، روما المركز السابع 18 نقطة، بولونيا المركز الثامن 18 نقطة، مونزا المركز التاسع 17 نقطة، لاتسيو المركز العاشر 17 نقطة، تورون المركز 11 16 نقطة، فيروسينونو المركز 12 15 نقطة، جنوة مركز 13 14 نقطة، ليتشي المركز 13 مكرر 14 نقطة، ساسولو المركز 15 12 نقطة، أودينيزي المركز 16 11 نقطة، إيموبولي المركز 17 10 نقاط، كالياري المركز 18 9 نقاط، هيلاس فيرونا المركز 19 8 نقاط، سالرنتانا المركز 20 والأخير 5 نقاط. متابعين الكرام، ترتيب الهدافين. المركز الاول لاوتارو مارتينيز لاعب انتر ميلان سجل 12 هدف، المركز الثاني اوليفي جيرو لاعب ميلان سجل 7 اهداف، والمركز الثالث اندريا كولباني لاعب مونزا 6 اهداف، ونيكولاس غونزاليز لاعب فيورنتينا، وروميلو لوكاكو لاعب روما، وكذلك فيكتور اوسيمين لاعب نابولي. وخلينا نتعرف الان على ترتيب صناعه الاهداف. المركز الاول ماركوس تورام لاعب انتر ميلان صنع 5 اهداف، المركز الثاني فيليبي اندرسون لاعب لاتسيو صنع 4 اهداف، وفيدريكو دي ماركو لاعب انتر ميلان، وجيرمي دولجان لاعب ساسولو، مارتن ديران لاعب اتلانتا، وريكاردو ماركيزا لاعب فرسنوني. اشترك في القناة وفعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.